الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وملائكته والصالحون من فضله عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فسوف أتحدث مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم الطيب المبارك عن واحد من هؤلاء الأخيار الأبرار الأطهار الذين تربوا على يد النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لنرجو ان يقدمه للناس قدوه طيبه ومثلا اعلى، لا سيما وكما قلت نحن في زمان قد قلت فيه القدوه من ناحيه، وقدم فيه التافهون والفارغون والساقطون ليكونوا القدوه من ناحيه اخرى، وانا لله وانا اليه راجعون. إنه التقي النقي الزاهر الورع، إنه الحلي الكريم، إنه السفل السقي، إنه السمح الثري، إنه صاحب السخاء والعطاء، إنه ذو النورين وصاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، إنه رجل الجود والبر والإحسان، إنه جامع القرآن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسيدنا عثمان بن عفان كان من أوائل من أسلم لله جل وعلا، فبمجرد أن عرض الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الإسلام على سيدنا عثمان إلا وشرح الله جل وعلا صدر سيدنا عثمان لهذا الحق ولهذا النور. فسيدنا عثمان بن عفان سيأتي يوم القيامة في ميزان الصديق، كما ستأتي الأمة كلها في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه. ويسرع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم ليعلن شهادة الحق وشهادة الصدق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومن هذه اللحظة نرى رجلا آخر، نرى عطاء من نوع فريد، نرى رجلا ليس له بين العالمين نظير من بعد الصديق وبعد الفاروق عمر رضي الله عنهم جميعا. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا يوما في بيتي كاشفا عن ساقيه أو عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هيئته، أي كاشفا عن ساقيه أو عن فخذيه، فحدثه ثم خرج. ثم استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هيئته، أي كاشفا عن ساقيه أو عن فخذيه، ثم حدثه ثم خرج. ثم استأذن عثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان، اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وسوى عليه ثيابه، ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدثه ثم خرج. فقالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها الحصان الرزان العائمة العاملة، قالت الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله،
استأذن عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالغ. أي ما جلست وما سويت عليك زيادك، بل ظللت على الحالة التي أنت عليها. ثم استأذن عليك عمر بن الخطاب فلم تهتش له ولم تبالغ. فلما استأذن عليك عثمان بن عفان اعتدلت في جلستك وسويت عليك ثيابك. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، اسمع إلى هذه الشهادة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أي طراز من البشر كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى تستحي منه ملائكة الرحمن، حتى تستحي منه ملائكة الله جل وعلا؟ يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وأحب أن أقول أنه ما من موقف من المواقف تعرض له سيدنا عثمان بن عفان إلا وقد أخبره به صلى الله عليه وسلم، فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن والبلايا التي ستصيبه، هذا قبل الفتن لسنوات. ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت أحد، اسكت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق هو سيدنا أبو بكر، والشهيدان هما سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عن الجميع. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فسيدنا عثمان أضحط رحاله في الجنة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، يأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: توضأت يوما في بيتي فخرجت فقلت: لألزمن اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فاتبعت أثر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بئر أريس اسم بئر، فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم البئر فكشف عن ساقيه أو عن رجليه فدلاهما في البئر صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبلت عليه فسلمت عليه وخرجت فوقفت على باب البستان أو على باب الحائط وقلت: لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف ما بعده شرف، لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا برجل يحرك الباب، فقلت: من؟ قال: أبو بكر الرجل الأول دائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: على رزقك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل سيدنا أبو موسى الأشعري وقال: أبو بكر يستأذن في الدخول عليك يا رسول الله. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال: إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. فذهب سيدنا أبو موسى الأشعري وقال لسيدنا أبي بكر: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. فدخل سيدنا أبو بكر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يمينه وكشف عن ساقيه أو عن رجليه فدلهما في البيت.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا في كل شيء، حتى في الحركات وفي السكنات. فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وابو موسى اخ محب صادق يقول: وقد تركت اخي يتوضا وقلت في نفسي ان يرد الله بفلان خيرا ياتي به لعله ان تصيبه بشرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاذا برجل يحرك الباب، فقلت: من؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: على رزقك حتى استاذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عمر يستاذن في الدخول عليك يا رسول الله. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم. قال: ائذن له وبشره بالجنه. ائذن له وبشره بالجنه. فذهب سيدنا ابو موسى الى سيدنا عمر وقال له: رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة. فدخل سيدنا عمر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم على سيدنا أبي بكر، وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه ودلهما في البر كما فعل النبي، وكما فعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. ويقول سيدنا أبو موسى: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به لعله أن تصيبه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا برجل يحرك الباب، فقلت: من؟ قال: عثمان بن عفان. قال: على رزقك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: عثمان يستأذن في الدخول عليك يا رسول الله. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الفتن بسنوات. قال: أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. في غير رواية مسلم قال سيدنا عثمان بن عفان: نصبر إن شاء الله. ولقد صبر سيدنا عثمان صبرا تنوب بحمله الجبال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولقد هاجر سيدنا عثمان بن عفان إلى الحبشة مرتين مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ويواجه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أزمة جديدة، ألا وهي مشكلة المياه العذبة. فلم يكن في المدينة ماء عذب إلا بئر تسمى بئر رومة، يمتلكها رجل يهودي كان يبيع الماء للمسلمين بأغلى الأثمان. فود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو وجد من بين أصحابه رجلا يشتري البئر ليجعل دلوه مع هلال المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بسند حسن من حديث عبد الرحمن السلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم: واسمع الى هذه البشاره، من يشتري بئر رومة ليجعل دلوه مع هلال المسلمين بخير له منها في الجنه. من يشتري بئر رومة ليجعل دلوه مع هلال المسلمين بخير له منها في الجنة، أي بعين أفضل له منها وأزكى وأطيب لأنها في الجنة، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ولم تجد الأزمة إلا عثمانها المعطاء رضي الله تعالى عنه وارضاه. فينطلق سيدنا عثمان بن عفان الى الرجل اليهودي فيعرض عليه ان يشتري البئر، فيرفض هذا الرجل اليهودي لانها كانت تدر عليه المال الكثير. فيعرض عليه سيدنا عثمان ان يشتري نصف البئر على ان تكون يوما له ويوما لهذا الرجل. فوافق هذا الرجل اليهودي، فكان المسلمون ينتقون الماء في يوم سيدنا عثمان ويأخذون الماء الذي يكفيهم ليومين.
فوجد هذا الرجل اليهودي أن تجارته كسدت، فذهب بنفسه إلى سيدنا عثمان وعرض عليه أن يشتري البئر كلها. فاشترى سيدنا عثمان بن عفان بئر روما لتجري بمائها العذب للمسلمين بغير ثمن ولا حساب، لأنه سيتلقى الثمن والحساب من عند الله الذي يعطي المؤمنين الصادقين أجرهم بغير حساب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويتعرض النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأصحابه لأزمة جديدة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد النبوي قد ضاق بأصحابه، لا سيما وكل يوم يدخل في دين الله رجال أخيار أبرار أطهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يوسع مسجدنا؟ ولم تجد الأزمة مرة أخرى إلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيشتري قطعة أرض مجاورة للمسجد النبوي ويعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الحب وفي غاية الرضا عن الله وعن رسوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي العام السادس للهجرة يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة إلى مكة معتمرا لزيارة البيت الحرام، ولا يتسع المقام لأذكر كل ما حدث في صلح الحديبية، ولكن أقول أرسلت قريش رسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسولا ليخبر قريشا أنه ما جاء غازيا وما جاء قاتلا، وإنما جاء معظما للبيت، وقد ساق الهدي أمامه صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يهم سيدنا عثمان أن يعود حيا أو أن يموت شهيدا في مكة، المهم أن يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج سيدنا عثمان إلى مكة ويستقبله أبو سفيان، ويستقبله العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويستقبله أشراف مكة، فهو الكريم في قومه الشريف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب المكانة والوجاهة. فيسمع منه أهل مكة بل ويعرض عليه أهل مكة أن يطوف بالبيت، ولكن ما كان من هذا الحي الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن قال: ما كنت لأطوف بالبيت حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأطوف بالبيت حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغضب أهل مكة ويحتبسه أهل مكة، ويشاع الخبر بأن سيدنا عثمان قد قتل. فقام الصحابة رضي الله عنهم جميعا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وليعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في بيعة تسمى ببيعة الرضوان، زكاها ربنا في قرآنه. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى ويقول: إن عثمان قد خرج في حاجة الله وفي حاجة رسوله، فهذه يد عثمان. يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مكان سيدنا عثمان، فهذه يد عثمان. ويضعها النبي صلى الله عليه وسلم على يده اليسرى، ويضع الصحابة أيديهم جميعا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس راوي الحديث: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم بأنفسهم ألف مرة.
فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم بأنفسهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله جل وعلا لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد صلح الحديبية ثلاثة أعوام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بأن هرقل عظيم الروم يجهز جيشا جرارا ليغزو المسلمين في عقر دارهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغض هرقل في عقر داره، وكان الوقت حارا جدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الصدقة وعلى النفقة، لأن جزيرة العرب لم تعرف جيشا جرارا بهذه الكسرة إلا في هذا الوقت، ولم تجد الأزمة مرة أخرى بل الكلفة سادسة ورابعة ومئة إلا عثمان هنعطار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار من الذهب الخالص ويصبها في حجره، ثم يصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بسند حسن. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. بل في رواية أخرى في سنن الترمذي، وإن كان في سندها مجهول، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: ولها شواهد تتقوى بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وأخذ يحث الصحابة على الصدقة، فقام سيدنا عثمان بن عفان وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأكتافها، أي علي 100 بعير محملة بالطعام والشراب وبكل ما تحتاج إليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يحث الصحابة على الصدقة وعلى النفقة، فقام سيدنا عثمان مرة أخرى وقال: يا رسول الله، علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة وأخذ يحث الصحابة على الصدقة وعلى النفقة، فقام سيدنا عثمان بن عفان وقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، أي محملة بالطعام والشراب وبكل ما تحتاج إليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. والله الذي لا إله غيره، لو لم يخرج سيدنا عثمان من هذه الدنيا إلا بهذه المنقبة لكفاه بها شرفا وفخرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن عثمان راض، ويموت سيدنا أبو بكر وهو عن عثمان راض، ويموت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو عن عثمان راض، ويتولى سيدنا عثمان بن عفان الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في 70 من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويوسع على الناس عطاياهم وأرزاقهم، بل جعل الطعام لا ينقطع في المسجد النبوي للمعتمرين وللمعتكفين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسار الفتح في عهده ما سار الليل والنهار، حتى وصل المسلمون إلى الهند وإلى الصين، وفتحوا بلاد السودان وبلاد الحبشة، كل هذا في عهد هذا الخليفة المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدنا عثمان بن عفان. أقول وبكل أسف، إننا لا نخشى على الإسلام وعلى المسلمين من أعدائه في الخارج، ولكننا نخشى أن تكون الفتنة من داخله، كما قال أعداء الإسلام: لا بد أن يتسبب في قطع الشجرة أحد أخصائها، فيظهر هذا الرجل الخبيث عليه من الله ما يستحق. عبد الله بن السوداء، عبد الله بن سبأ، هذا الرجل اليهودي الذي يعلن إسلامه
ويعلن حرصه على الإسلام وعلى المسلمين، ويدرس أحوال المدينة وأحوال الأنصار، وينفس أول سمومه الخبيثة، ويقول قولته الخبيثة: إن لكل نبي وصيا، وإن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عثمان قد وسب على أمر هذه الأمة، فقوموا فردوا الحق إلى صاحبه. وولد حسادة من المنافقين ومن المرجفين الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فبايعوه وعاهدوه، فقال: تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس إليكم، ثم ابدأوا في الطعن في أمرائكم، ثم قولوا: إن لكل نبي وصيا، وإن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عثمان قد وسب على أمر هذه الأمة، فقوموا فردوا الحق إلى صاحبه، وتعاهدوا جميعا على أن يجتمعوا في المدينة، إما لخلع سيدنا عثمان وإما لقتله، رضي الله عن عثمان. ويسمع سيدنا عثمان الخبر، فيرسل رجلين من بني مخزوم ويمسك بهم سيدنا عثمان، وكان في إمكانه رضي الله تعالى عنه وارضاه أن يقتلهم جميعا، ولكن انظر إلى صاحب القلب الكبير رضي الله تعالى عنه وارضاه. جمع الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما أراده هؤلاء القوم، فقالوا جميعا: اقتلهم يا أمير المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى نفسه أو إلى أحد من الناس فعليه لعنة الله فاقتلوه. اسمع ماذا قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: بل نبين ونعفو ونصفح إن شاء الله، ولا نقيم حدا إلا على من رتب حدا ارتكب حدا أو أبدى كفرا بواحا. ثم قال: ماذا تنقمون عليه؟ ولا يتسع المقام بذكري كل الشبهات التي أوردوها، ولكن أذكر شبهة ذكروها، وقد رد سيدنا عثمان على جميع هذه الشبهات التي ذكروها. قالوا له: لقد أكسرت الحمى، أكسرت المرعى، أي أكلت أموال المسلمين بالباطل. سيدنا عثمان بن عفان الذي اشترى بأرعونة، سيدنا عثمان بن عفان مجهز جيش الأسرة، سيدنا عثمان بن عفان موسع المسجد النبوي، سيدنا عثمان بن عفان صاحب السخاء والعطاء، يتهم في ذمته المالية رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال لهم: والله إن العرب جميعا تعلم أني أكثر العرب شاة وبعيرا، إن العرب جميعا تعلم أني أكثر العرب شاة وبعيرا، وقد أنفقت ذلك كله في سبيل الله، ولم يتبقى لي إلا بعيرين اثنين بحجي، إن العرب جميعا تعلم أني أكثر العرب شاة وبعيرا، وقد أنفقت ذلك كله في سبيل الله، ولم يتبقى لي إلا بعيرين اثنين لحج، أكذلك هو؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: اللهم نعم. وظن سيدنا عثمان أنه بذلك قد خمد نار الفتنة، ولكن هؤلاء ما خرجوا لله، بل ما خرجوا إلا حقدا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الخلافة الراشدة. فاجتمعوا مرة أخرى في مدينة المنورة، وحاصروا دار سيدنا عثمان بن عفان، ومنعوا عنه الماء، ولو صبروا أياما لمات عطشا رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو المشتري بالرومة الذي ما زال ماؤها يجري عذبا للمسلمين رضي الله تعالى عنه وارضاه. وخرج سيدنا علي بن ابي طالب، وخرج سيدنا الحسن والحسين وابو هريره وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع عن سيدنا عثمان، حتى لا يقول قائل: اين كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرجوا هؤلاء جميعا للدفاع عن سيدنا عثمان، بل هو رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: اقسمت على من كان لي عليه حقا الا غمد سيفه وعاد الى بيته، فلا احب ان القى الله ببقره دم امرئ مسلم.
أقسمت على من كان لي عليه حقا إلا ضبط سيفه وعاد إلى بيته، فلا أحب أن ألقى الله بفقرة دم من امرئ مسلم. ويرسل سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه الله ويقول له: يا أمير المؤمنين، أبعث إليك بجيش. قال: أخشى أن تزدحم طرق المدينة على أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. قال: إذا يقتلونك يا أمير المؤمنين. قال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. إذا يتنازل عن الخلافة؟ لا، حتى لا تصير الخلافة لعبة بين أيدي هؤلاء، لا سيما وقد قال له صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة بسند صحيح من حديث عائشة: يا عثمان، لعل الله أن يقمصك قميصا. أراد النبي الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتنازل عن الخلافة، وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقاتل. يا عثمان، إنك مبتلى بعدي فلا تقاتلن، فاصبر صبرك الله. لابد أن يصبر سيدنا عثمان. وفي الليلة الموعودة يحاصر المنافقون دار سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إلى سيدنا عثمان في المنام، كما روى ذلك الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وقد قال له: يا عثمان، اصبر فستصبر عندنا غدا إن شاء الله. يا عثمان، اصبر فستصبر عندنا غدا إن شاء الله. فيصبح سيدنا عثمان صائما، ويضع المصحف أمامه، ويشد عليه إزاره، فهو الحيي الكريم الذي يخشى أن يظهر أو أن تظهر شيء من عورته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويفتح باب داره، فيدخل هؤلاء المنافقون والمرجفون ليضربوا المصحف بأقدامهم. هؤلاء خرجوا لله يضربون كتاب الله بأقدامهم، فيستدير المصحف دورة كاملة ليستقر المصحف مرة أخرى في حجر سيدنا عثمان، لتتساقط دماء عثمان على آيات القرآن فتخالط دماء عثمان آيات القرآن كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لتخالط دماء عثمان آيات القرآن كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد كان يقوم الليل كله يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول عمرة بنت عطاه كما في مسند الإمام أحمد: أتيت مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فدخلنا دار عثمان وفتحنا المصحف الذي أمامه، فوجدنا أن أول قطرة من دمه سقطت على قول الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تقول عمرة: فوالله ما مات منهم رجل سوي، فوالله ما مات منهم رجل سوي، وأشهد الله أنه لم يشارك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حاشاهم عن ذلك، ونستغفر الله لشيء غير ذلك. حتى أن أحدهم طعن سيدنا عثمان 9 طعنات، وقال: طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات لله، يقتل عثمان بسم الله. طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات لله، و5 طعنات لما كان في صدر عليه. ولو صدق الكاذب لقال: طعنت عثمان 9 طعنات لما كان له في صدر عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ويمنع هؤلاء المنافقون
أن يدفن سيدنا عثمان في البقيع، فلما وسع البقيع دخل قبر سيدنا عثمان مرة أخرى في البقيع، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، ونحن نزعم منصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن، صارت بلالا وعمارا وسلمانا، عاشوا على الحب أفواها مؤمنة، عاشوا على البأساء والنعماء إخوانا، الليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا، والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. أقول ما تسمعون واستغفر الله جل وعلا لي ولكم، ما في يوم جمعة إلا وفي ساعة كاملة، أدعو الله جل وعلا أن تكون هذه الساعة، اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، اللهم صلنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وانصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم قتلاهم ودار جرحاهم وعافهم ابتلاهم، اللهم عليك بمن آزاهم، اللهم عليك بمن آزاهم، اللهم عليك بمن آزاهم، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعل مصر أمنا أمانا سقاما رخاء وسائر بلاد المسلمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله جل وعلا لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هذا ما تيسر خراره وتهيأ إعداده، وعاد الله جل وعلا على قوله، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، أعوذ بالله جل وعلا أن أذكركم به وأنساه. أقم الصلاة.